أكشن. إي جي كولج. الله هذا. في الواقع الحلقة دي مرهاش مقدمات. مفيش إفيه هزحلقه ليكوا عشان يقرب لكم الموضوع. والله أحسن. بس في سؤال. وإنتوا طبعاً عارفين إن أنا بحب الأسئلة. دلوقتي ده فيل عايش وبيتنفس. لو جيت دلوقتي حطيت صندوق حوالين الفيل وسألتك إيه اللي جوه الصندوق، هتقولي إن أكيد في فيل عايش لأن لسه شايف إن كان في فيل. بس هرد عليك وأقولك مش لازم. آه، واحدة من حلقات وجع الدماغ. مش جايز الفيل مات؟ انت متأكد 100% انه عايش؟ استحالة تتأكد. الحلقة دي هتغير كل حاجة انت عارفها عن الواقع. املي على اخر الحلقة دي انك تتقبل ان الفيل اللي كان جوه الصندوق كان عايش وميت الاثنين. على اخر الحلقة دي هتقتنع ان هتلر كسب الحرب العالمية الثانية، وان احنا مش عايشين على كوكب الارض بس عايشين على المريخ. والاهم من كل ده انك هتقتنع اني مش موجود، وان في الواقع مفيش حاجة اسمها ايجيكولوجي. خلونا نبدأ القصة. عادة القصص بتاعت الفيزياء بتميل انها تبدأ بالضوء، ونفس الموضوع في الحلقة دي. في 1905 ألبرت أينشتاين عمل اختبار لطيف جدا، درس بيه حاجة اسمها The Photoelectric Effect. في الاختبار ده أينشتاين اكتشف ان الضوء عبارة عن particles او جزيئات صغيرة من الطاقة اسمها photons. المشكلة في نظرية أينشتاين ان كان معروف في المجتمع العلمي ان الضوء wave او موجة، والفكرة ان اختبارات أينشتاين كانت صح يبقى الضوء عبارة عن particles، بس برضو اختبارات المجتمع العلمي كانت صح يبقى الضوء عبارة عن particles ولا waves. في الواقع أينشتاين والمجتمع العلمي الاثنين كانوا صح. لسبب ما الضوء كان ساعات يتصرف كبارتيكلز وساعات يتصرف كويفز، وساعات دي معتمدة على الاختبار اللي بتعمله على الضوء، ودي اسمها الويف بارتيكل دواليتي او الطبيعة المزدوجة للموجة والجزيئات. معناها ان الضوء عبارة عن الحاجتين، موجات وجزيئات. في 1924 واحد اسمه لويس فيكتور دي بروي قال لك استنى، انتوا فاكرين يا جدعان ان الضوء بس هو اللي كده؟ لا، ده الالكترونات كده برضو. الكترونات؟ كل حاجة في الدنيا دي معمولة من حاجات اسمها أرمز او ذرات، والذرات دي جواها مجموعة من جسيمات. في النص هنا في نيوترونات وبروتونات، وحواليهم في حاجات اسمها الكترونات، وهي دي الالكترونات اللي بنتكلم عنها. الزميل دي بروي اكتشف ان الالكترونات دي بالرغم انها جسيمات برضو ساعات بتتصرف زي الموجات، عندها نفس الخاصية دي بتاعت الضوء، ساعات جسيمات وساعات موجات. ساعات لا، ده مش بس الالكترونات هي اللي كده. في 1988 اكتشفوا ان ذرات الصوديوم برضو بتتصرف كده، ودي ادت لاستنتاج ان كل الذرات اللي بتعمل المرء او المادة ليها نفس الخاصية اللطيفة دي. يعني دلوقتي كل اللي نعرفه في الحلقة دي هو ان الضوء والجسيمات ساعات بيتصرفوا كموجات وساعات كجسيمات. بس السؤال هو ليه؟ ليه الذرات والالكترونات والضوء ليهم حالات كده؟ ومن بين كل علماء الفيزياء وقتها صعد النمساوي إيروين شرودنجر ليمسك الرايه وينشئ المعادله دي. والمعادله دي هي اساس حاجه اسمها الكوانتم ميكانكس او ميكانيكا الكم. المعادله شكلها بسيط بس معناها عبقري. انا مش هدخل في تفاصيل الويف فانكشن او الايجن فاليوز او كل الكلام ده. احنا هنا كلنا ناس بسيطة فناخد الموضوع بهداوة. انا هاخد مثال على الالكترونات. فنفترض ان في خاصية معينة للالكترونات دي اسمها لف او دوران. فالالكترون عنده القدرة انه يلف يمين او يلف شمال. لو خبيت الالكترون ده ورا شاشة سوداء انا ما اقدرش اعرف هو بيلف يمين ولا شمال. معادلة شرودنجر حلها بيقولك ان طول ما انت مش شايف الالكترون فهو بيلف يمين وشمال الاثنين في نفس الوقت، لحد ما حضرتك تقرر تشيل الشاشة السوداء دي فيظهر لك انه بيلف يمين او شمال. يعني طول ما انت مش شايف الالكترون هو بيعمل حاجتين، بيلف يمين وشمال، لحد ما تقرر تبص وتشوف الالكترون وقتها بيقرر لوحده يلف يمين ولا شمال. يا يعني يا سبحان الله كنت بستنيها دي. وهنا اكيد في شوية تساؤلات عندك. طبعا يعني ازاي الالكترون ده بيبقى بيلف يمين وشمال في نفس الوقت وانا مش شايفه؟ ازاي؟ ده سؤال المجتمع العلمي ما يعرفش اجابته. يعني مفيش طريقة سهلة تتصور الموضوع بيها لانه بيناقض مفهومنا عن الطبيعة. كاني بقول لك لمبة مفتوحة ومقفولة في نفس الوقت، او عربية ماشية يمين وشمال في نفس الوقت. من كتر ما الموضوع خيالي بعض العلماء والرياضيين بيوصفوا الحالة دي بالجوست لايك ستيت او حالة شبحية، لانه بيعمل حاجتين عكس بعض في نفس الوقت. طب ماشي، لما بص عليه بقى ازاي بيقرر يلف يمين ولا شمال؟ ده اسمه الكوبنهاجن انتربريتيشن. والمنطق كالآتي: لو الالكترون في حالتين بيلف يمين وشمال، لما تشيل الغطاء وتبص عليه حالة من الحالات دي بتقع او بتختفي. انا عارف ان الكلام ده قد يبدو عليه غير مقنع. ليه وازاي؟ تاني اسئلة محرجة جدا للمجتمع العلمي، بس لازم تصدقوني لما اقول ان كتير من اهل الفيزياء كانوا مبسوطين جدا بالتفسير ده، لان التفسير ده كان بيفسر حاجات كتير جدا من الاختبارات اللي كانت بتتعمل. ليه مثلا الضوء ساعات بيتصرف كموجات وساعات كجسيمات؟ لان زي الالكترون الضوء موجود بحالتين، ولو الضوء بحالة معينة بيتصرف كجسيمات، ولو بحالة تانية بيتصرف كموجات. والكلام ده ينطبق على الالكترونات والضوء والذرات بناء على كلامنا السابق في الحلقة. وهنا شرودنجر قال لك اقف، في يا جدعان مشكلة في الهطل الخيال العلمي اللي بنقوله ده.
على اساس مثلا مش هو اللي عامل المعادله اصلا. عشان يشرح المشكله شرودنجر تلعب حاجه بنسميها في الفيزياء الثوت اكسبيرمنت. دي حاجه مش حقيقيه بس بتخليك تعيد تفكير في نظريه معينه. قال لك الاتي، وللعلم والايضاح دي نسخه مبسطه عشان تشرح وجهه نظر. دلوقتي قلنا ان الالكترون وفقا لميكانيكا الكم بشكل ما متواجد في حالتين في نفس الوقت، دوران لليمين ودوران للشمال. طيب انا هوصل الالكترون ده بجهاز قياس دوران، وده متوصل بعلبة فيها غاز سام، وهحط جنب العدة دي قطة لطيفة كيوت اهي. لو الالكترون لف يمين جهاز القياس هيلقط ده ويفتح صندوق الغاز والقطة للأسف هتموت، بس لو الالكترون لف شمال الغاز مش هيطلع والقطة هتعيش. ممتاز، فهمنا اللعبة. شرودنجر قالك هنحط صندوق فوق كل الكلام ده. دلوقتي احنا مش شايفين الالكترون صح، ووفقا لكلامنا عن ميكانيكا الكم طول ما انت مش بتبص على الالكترون او الذرة او الضوء طول ما هو بيتواجد بحالتين، ده معناه ان واحنا مش شايفينه الالكترون بيلف يمين وشمال الاثنين، فده معناه ان علبه السم مفتوحه ومقفوله الاثنين في نفس الوقت، وده معناه ان القطه عايشه وميته الاثنين في نفس الوقت. يا نهار اسود، لان ميكانيكا الكم بتسمح ان الالكترون يكون موجود في حالتين في نفس الوقت. كل ما يترتب على دوران الالكترون بيكون في حالتين، في الحاله دي حياه القطه، ولحد ما تفتح الصندوق مش هتقدر تعرف القطه هتعيش ولا هتموت. الزميل شرودنجر تلعب السيناريو ده عشان يسال سؤال. دلوقتي احنا طلعنا ان الذرات والالكترونات وضوء بيكونوا متواجدين بحالتين، هنيجي على نفسنا ونمشيها، وده لانهم مايكروسكوبيك سكيل او صغيرين جدا. بس هل الكلام بتاع ميكانيكا الكم ده ينطبق على اجسام كبيره، على الماكروسكوبيك بوديز؟ هل الاجسام الكبيره برضو بتتواجد بحالات، يعني قطه تكون عايشه وميته في نفس الوقت؟ وفي منطق ورا الكلام ده اسمه ذا كوانتم سوبرپوزيشن ثيوري، وده بيقول لك الاتي. دلوقتي كل حاجه في الدنيا معموله من ذرات صح، فلو الذرات دي بشكل ما تقدر تتواجد بحالتين يبقى كل اللي مكون من ذرات عباره عن كم لا نهائي من الحالات. ايه يعني؟ فلنتخيل ان عندنا هنا احمد، وهنفترض للتسهيل انه معمول من ذرتين. الذره ليها حالتين زي ما احنا شايفين، احمر وازرق. لو انت مش باصص على احمد يبقى الذرات دي موجوده في الحالتين، وده معناه ان في اجمالي اربع حالات لاحمد. الذرة واحد تكون أزرق، والذرة اتنين تكون أزرق، واحد يكون أحمر واتنين يكون أزرق، واحد يكون أزرق واتنين يكون أحمر، وواحد يكون أحمر واتنين يكون أحمر، وده معناه إن أحمد وأنا مش باصص عليه متواجد في أربع حالات. فأحمد فعلا عايش ومش عايش في نفس الوقت، لحد ما أشيل الشاشة من عليه وأبص أشوف هو عايش ولا مش عايش. والأربع حالات دي جت من إن أحمد مكون من ذرتين بس. الإنسان في المتوسط مكون من حوالي العدد ده من الذرات، ولو كل ذرة ليها حالتين ففي إجمالي العدد ده من الحالات متواجد بيها، والحالات دي بقى فيها كل حاجة. عشت فين؟ اتولدت لمين؟ خطبت نور امتى؟ يعني تقدر تقول ان في عدد من النسخ بتاعتك بالحالات المختلفة. واول ما اشيل الشاشة السودة دي كل الحالات دي بترسي على حالتك، وده عليك انت بس. شوف بقى الكون بتاعنا معمول من كام ذره، وعدد الحالات اللامتناهيه للكون. ولما نيجي نوسع الموضوع ده للكون ممكن اي حاجه تحصل، الفيل يكون عايش ومش عايش، هتلر فعلا يكون كسب الحرب العالميه الثانيه، نكون احنا مثلا عايشين في كوكب المريخ. ولحد ما نبص على الكون هو متواجد في الحالات دي كلها. يا نهار ازرق. يعني خلونا نعيد، قلنا ان وفقا لميكانيكا الكم حاجه مثبته علميا، الجسيمات الصغيره بتتواجد بحالتين في نفس الوقت، وكل ما يترتب على الجسيمات دي في حالات لامتناهيه. دي ميكانيكا الكم، ايه رايكم؟ عالم يبدو عليه كانه فيلم من افلام كريستوفر نولان من كتر ما هو خيال، مع الفرق ان شبه كل العلماء مقتنعين بحقيقته. احنا مش عارفين نشرح هو عالم الكم ليه كده، بس كل الاختبارات بتقول انه فعلا كده، فعلا الالكترونات بتتواجد بحالتين، والاستنتاجات الفلسفيه من النظريه دي مقلقه اقل ما يقال. يعني لو عملت كده انتوا في الفترة دي مش شايفيني، فذراتي عايشة في الحالات اللامتناهية، فممكن اكون فعلا مش موجود في الفترة دي. في الواقع طول ما انتوا مش شايفيني ممكن اصلا ما يكونش في ايجيكولوجي. هل العالم بيختفي لما بتنام؟ لو ميكانيكا الكم بتقولك ان الطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة هي بانك تبص على العالم، يبقى وانت نايم ايه هي الحقيقة؟ هل الاحلام ان مخك بيقع في واحدة من الحالات اللامتناهية للكون؟ الحقيقة اللي بنعتقد انها حقيقة بتتهدم في ميكانيكا الكم، وفي نظريات شتى لفهم عالمنا قصاد عالم الكم قد نناقشها في حلقة مستقبلية. بس املي من الحلقة دي هو انك تتأكد من وجودك. ميكانيكا الكم ممكن تكون بتفتح لك ابواب من الاحتماليات خزعبلية، فيها انت رائد فضاء، فيها انت واحمد رحتوا تتفرجوا على النجوم بالليل، فيها حضرتك كسبتي نوبل برايز. ولو الجزيئات اللي انت مكون منها بتقول لك ان في احتمالية ان ده يحصل، فانت كل اللي عليك هو انك تشتغل الاحتمالية دي وتحققها في الكون ده. وكالعادة لازم ننور الضلمة. Peace out. God.